هنروح مع حضراتكم لموضوع آخر هيزعل بقى محبي السوشي مننا. دراسة جديدة عملها مجموعة من الباحثين في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا بتحذر من أكل السوشي. بتقول إن السوشي بيحتوي على السمك الني اللي بيكون فيه بكتيريا. هذه البكتيريا من الممكن إنها تكون ضارة بجسم الإنسان. هيا نعرف تفاصيل أكتر عن خطورة طعام الني أو الغير ناضج من الدكتورة جيهان فؤاد عميد، المعهد القومي للأغذية السابق. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. ويعني الحقيقة السوشي أعتقد في ناس كتير يعني بتحب السوشي، وفي يمكن في يعني في السوشي كده أكلات بتتاكل أو أسماك بتتاكل غير مطبوخة أو غير ناضجة. عايز أعرف من حضرتك ده فعلا ممكن يضر بصحة الإنسان ولا لأ؟ صباح الخير على حضراتكم. أنا مش بحب السوشي. إحنا بنحبه بقى يا فندم، عايزين الطمر. هقول لحضراتكم حاجة، هي الفكرة إن إحنا سلامة الغذاء دي حاجة مهمة جدا. سلامة الغذاء بتعتمد على حاجات كتيرة جدا، من أول التصنيع بتاعته والحفظ، ثاني حاجة حتى العلبة أو المكون اللي بيبقى موجود فيه هذا المحتوى، برضو دي حاجات من ضمن سلامة الغذاء. يعني احنا دايما نقول ايه، بص على العلبة يكون المثلث رقم 5 علشان ما يكونش مصنوع من مواد ضارة بالصحة، لان الحفظ المدة طويلة ممكن يغير حاجات او في الطعم. عامة في بعض الفئات الحساسة زي مثلا الاطفال وكبار السن والحوامل والمرضعات بنبقى عندنا شوية حذر وحيطة مع التعامل مع الاكل، زي ما بنتكلم كده على الفسيخ عندنا. لانه بس الفرق كمان ان الفسيخ انت كمان بتحطه في ملح، يعني برضو الملح ده وسيله من وسائل حفظ الطعام. ده من حاجه تاريخيه كان لما يحبوا يحفظوا حاجه، زي لو تفتكروا كان زمان الباميه الناشفه ومش عارفه ايه الناشف انت الناشف، يا اما بيجففوها يعني بينزعوا منها المياه، لان الرطوبه هي اللي بتؤدي الى وجود بكتيريا او ممكن تعفن. فانت لما بتنزع منها الميه بتخليها مجففه، ده ممكن يحافظ عليها مده طويله زي القدماء المصريين ما عملوا، او ان انت تعالجها ببعض المواد زي الملح وخلافه. خطوره موضوع الحاجات النيه بدون تسميه اسامي، يعني الحاجات النيه دي انا مش ضامن قد ايه كميه من البكتيريا موجوده فيها. كل حاجه من الاكل فيها كميات من البكتيريا، لكن عندنا مثلا مرض اسمه ليستريوزس. الليستريوزس ده ممكن يؤدي ان ستات الحوامل تجهض او الاطفال يحصل لهم المرض. وعشان كده احنا دايما بننصح السيدات الحوامل، لو سمحتي ما تاكليش مثلجات الايس كريم بالذات والحاجات المثلجه الا لو كنت ضامنه الحفظ بتاعها عامل ازاي. نفس الحاجات برضو عندنا مرضى الاورام، ممنوع منعا باتا التعامل مع اي حاجه نيئه غير مصريه، لان دول المناعه بتاعتهم انت بتعتمد على ايه. كلنا بنتعرض لحاجه اسمها صب لينك الانفكشن. يعني ايه؟ احنا كلنا اقول لك عندي مناعه، سلت بقى في الشارع وعلى عربيه الفول وعلى عربيه الكبده، فبقى عندي مناعه فبستحمل حاجات كتير. ممكن ده لما تكون انت انسان سليم، لكن لما يكون مناعتك متاثره، سواء مش لازم يكون كانسر، الناس اللي بتاخد كورتيزونات في كميات كبيره اللي عندهم اساسيات يعني، فطبعا ان يكون عندنا حرص. وزي ما بنقول ايه، ممكن تعدي مره، الكميات ليها عامل. باكل 5 مرات في الاسبوع مثلا ولا هي مره كده وعدت يعني؟ تمام. مره كل قد ايه مثلا يا فندم؟ يا فندم انا ما اقدرش لان اقول حاجه محدده، لان ده تختلف من شخص لاخر. تمام. عادة ممكن حضرتك حتى السوشي نفسه في انواع من الاكل كتير، يعني في انواع، وفي حاجات على فكره غير السوشي، يعني حته الكبه دي اللي هي واحده من الحاجات الاكلات اللبنانيه في الاوردر دي برضو مشكله كبيره، لان هي كبد وغير مطهي. حكايه الاكلات الغير مطهيه في بعض الخطوره، يعني يا فندم الكلام بشكل عام عن الاكل اللي مش مستوي، مش عن السوشي، الغير مطهي الغير معالج للحفظ، ده في خطوره وبتزيد درجه الخطوره على بعض الفئات الحساسه، وزي الحوامل والمرضعات الاطفال كبار السن، الناس اللي بتاخد ادويه بتثبط المناعه. طيب دكتور، حضرتك ذكرتي يعني خلال حديثك انه حتى الفسيخ ممكن يكون افضل من السوشي لانه بيعالج بالملح. احنا بس بيقلقنا من الفسيخ اللي هو الحفظ لمده طويله، فده بيدخلنا في البوتشولينم توكسين. ده البوتشولينم توكسين دي كارثه، يعني عارفه اللي هو ايه، هو انا ممكن ما يحصلليش حاجه بس ممكن يحصل لي مصيبه. وطبعا الانتي دوت بتاعه او اللي هي الحاجه اللي بنعالج بيها الموضوع ده ممكن ما تكونش متاحه، ممكن تؤدي للعمل. فانا مثلا يعني لو الفسيخ اتعالج مثلا بالملح بس ما تمش حفظه لفتره طويله،
لو حاجه مثلا بتتعمل في البيت مثلا وانا واثقه منها، في ناس بتعمل مثلا الفسيخ ده في البيت، بس هي المشكله في ايه؟ كميات الملح العاليه. احنا بنتكلم عن الشعب بتاعنا اللي عنده 85% سمنه وعنده امراض قلب وضغط عالي وحاجات كده، فهي بصراحه حاجه في منتهى الخطوره. يعني مش مفروض ان انا اكل اكل فيه خطوره على صحتي. طيب دكتوره جيهان، ادي نصيحه لمحب السوشي في النهايه. والله يعني في انواع كثيره، وعلى فكره في ناس بتعمل السوشي ده في البيت. يعني بتعمل انواع من السوشي ده، طريقه اللي هي يعني حتى تدخل على النت اللي هو بيجيب الورق الاجار ده، الورق الاجار ده مش حاجات من حاجات كويسه. طريقه عمل السوشي في البيت دايما تطلع بايظه برضه في الاخر. رز ويلفوا للولاد الحاجه بشكل كويس، والرز من بس يكون اللحوم مصريه او الاسماك معالجه. لكن حكايه ان انا اكل حتى حضرتك الرنجه، مع ان احنا بنقول ان هي كيف، انا بقول ايه، بعرضها بالبخار او بحطها في ميه مغليه علشان انزع الملوحه واعرضها لنوع من الطهي. تمام كده يا فندم، كده احنا فهمنا. اصحاب الامراض المزمنه، الحوامل، كبار السن، الاطفال، يبتعدوا على قد ما يقدروا عن هذه الاغذيه، وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت الناس الاصحاء ممكن يتناولوا هذه الاكلات لكن على فترات متباعده. كل شكر ليك دكتوره جيهان فؤاد عميد المعهد القومي للاغذيه السابق، شكرا جزيلا يا فندم.